بسم الله الرحمن الرحيم. عالم كفيف تقني، أصدقاء ذوي الاحتياجات الخاصة. ناخذ الدرس 34 وهو كيبورد أندرويد. على طول نروح، طبعا أنا منزله، أنت بنرفق الرابط بالدرس عشان تنزلونه. راح ندخل على الأبس ونروح على السيتنج. ندخل على لانجويج اند انبوت. Accounts. Local per users. About phone. System. Backup and language. بعدين ندخل على language. Personal dic- keyboard and input methods. Keyboard and input method. Current keyboard. English. You. Google keyboard. Android keyboard. Google keyboard نعرفه. بندخل على الأندرويد كيبورد عشان نشوف خياراته. Android. Android. Input languages. طبعاً الانبوت لانجويج، خلني أنا أختار العربي والإنجليزي. English. UK. English. US. English. US. Afrikaans. Alphabet. Alphabet. Kuti. Alphabet. PC. Arabic. Switch. Ticked. Alphabet. PC. Switch. Not ticked. Ticked. English. UK. Not ticked. English. Afrikaans. أنا شوفوا حصلت شيء فحبيت إني أجربه بعد معكم. Switch. اخترت العربي واخترت Armenian. Armenia. اخترت الألفابت الإنجلي البي سي، يعني بيكون بترتيب البي سي. خلنا نروح نشوف. Dutch. Home button. Showing text. Home. انزين. بروح على Skype. مثلاً. Easy voice. Active. Share. Message. نروح على Message. Messaging. انزين. نروح على Compose. Monad. Button. Key debate. Button 0. Key. Button 54. Key debate. Key debate. Message. Button 54. More options. Showing. Search. More options. New message. New message. Messaging. طبعا الكمبوز في السامسونج. اوكي. الف مكسورة. الحين نكتب عادي. صاد. اوكي. الحين لاحظوا. Space. Switch language. Switch language. B. C. S. F. A. J. اوكي. الحين لاحظوا عند السويتش لانجويج شنو طلع لي؟ Showing items 1. لحظة. Space. اوكي. Lab. Symbols. Home. Back button. لحظة بس لأن ايدي ما قاعد تنحط عدل. ابي اكون على سبيس. واو. Space. ايوه. الف مكسور راء. Switch language. Voice input. Voice input. Function. أو function. الفانكشن شنو فيها؟ select mode. select mode. select mode. return. return. ends. ends. delete. delete. redo. renew. undo. undo. copy. or copy. paste. copy. Paste. Cut. cut. control. control. copy. Pa- ends. what ends. home. or home. word left. word left. word, word right. right. delete forward. delete forward. end. up. or up. up home return. الحين إذا أنت تبي تنسخ شو بتسوي؟ طبعًا بتختار من هنا copy copy وبتروح المكان الثاني ends وتختار paste paste tv. أوكي، فيلصق لك الأشياء اللي تنسخها يعني تلصقها. وعندك هنا الفانكشن، هنا الفانكشن next function keyboard function select mode function next function next keyboard function keyboard أشوف. paste f6 paste cut copy f5 f6 f8 return ends delete f3 f1 لا تقول لي شنو هذا الكود paste لأني ما راح أفاد أني cut. أول مرة استعمل select all function next function keyboard بعد next function circumflex f circumflex circumflex tab next function keyboard f5 okay function alt is it شلون shift alt function alt
function tab space next quote function function أول شيء نرجع symbols هني symbols function همزة على لغة همزة على لغة رجعنا على الحروف ف نسوي switch language عادي switch language على إنجليزي J مثلا J. up هني return حتى في الأسهم down right showing text keyboard down right down right left down up لحظات list showing zero button edit box showing message slash down capital edit box left down left down grave axe left تتحكم بالسهم حتى ان الاسهم اللي موجوده في الكيبورد تقدر تتحكم فيها فافضل ميزه طبعا مثل ما قلت الفانكشن والسويتش لانجويج وعندنا هنا جنبك على طول سويتش فويس انبوت الفويس انبوت سبيس سواء العربي او الانجليزي زين ليفت فهاي شرح مبسط مش شرح هذا انا اعتبره نظره عامه على كيبورد نيكست بولت اللي هو الاندرويد كيبورد فاتمنى اتمنى ان سبيس سويتش لانجويج المكفوفين يستعملونه افضل من الجوجل كيبورد لان الجوجل كيبورد ما يعني ما يدعم قضيه النسخ واللصق في الكيبورد نفسه راح تحتاج هذه وطبعا اللصق يلصق في كل مكان الفانكشن هذا يعني حتى الواتساب اللي كانوا يقولون انه ما في لصق وكذا الحين موجود اللصق وكل شيء عن طريق الكيبورد يعطيكم العافيه مع عالم كفيف تقني واصدقاء ذوي الاحتياجات الخاصه كنتم مع الدرس 34 الكيبورد الخاص بالاندرويد التاسع صباحا وخمسه كنتم مع الدرس ان شاء الله تفيدونا بتعليقاتكم انه تقولون لنا شنو ممكن نشرح لكم يمكن احنا في اشياء غافلين عنها تمام ان شاء الله يعطيكم العافية.